بالنسبة لحملة الحصاد، الحمد لله والشكر، هذا العام هو عام خير على عراقنا الحبيب وعلى محافظتنا العزيزة. باشرت مديريتنا منذ البداية بحملتها اللي هي متمثلة بقسمين. الحملة الأولى هي الحملة الوقائية، سبقت ابتداء عملية الحصاد. تم عقد لقاءات مع رؤساء الوحدات الإدارية وبحضور جمعيات الفلاحية والشعب الزراعية لغرض توعية المواطنين بالحفاظ على حاصينهم الزراعية عن طريق وضع مطافي الحريق بالحاصدات، أن يكون هناك تناكر من المياه أثناء عمليات الحصد قريبة من الحاصدات، اتصال بأرقام الدفاع المدني على رقم 115 لكي تكون هناك سرعة استجابة من قبل الفرق مانا الوصول لمواقع الحوادث، ووضع جرارات قريبة من أماكن الحصاد لغرض مساعدة فرق الدفاع المدني. والحمد لله تمت هذه التوعية والفلاح بدأ يطبق تعليمات مديرية الدفاع المدني. تم نشر أكثر من 51 عجلة عائدة لمديرية الدفاع المدني محافظة نينوى في كافة العقد المهمة ضمن الأقضية والنواحي. مشكورة محافظة نينوى والمتمثلة بدوائر المحافظة، دعمنا بما موجود لديهم من تناكر لإسناد مديرية الدفاع المدني وحوضيات لمرافقة عجلات الإطفاء والتسويدة بالمياه. مشكورة مديرية الدفاع المدني العامة المتمثلة بسيادة اللواء محسن كاظم الذي دعم مديريتنا بعشرين عجلة اختصاصية من موارد المحافظات الجنوبية، يبدأ تواردها إن شاء الله من يوم غد، وسيتم نشرها في بقية المناطق التي لغرض دعم وجود عجلات مديرية الدفاع المدني نينوى. حقيقة حصل حوادث، حادثين أو ثلاثة لا يذكر، لكن تمكنت فرق الدفاع المدني العائدة لمديريتنا، أحدهما كان نتيجة صاعقة قبل يومين ثلاثة من كان هناك أمطار عادية، نعم قبل أي يوم، وتمكنت فرقنا من السيطرة وإنقاذ الأراضي الزراعية. الفرق على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حادث حريق، لكن نطلب من المواطنين عن طريق قناتكم هي سرعة الاتصال وكذلك سرعة الاستجابة والتفاعل مع الحريق الأولي لحين وصول عجلات مديرية الدفاع المدني. فيما يخص إطلاقات سد الموصل، أنت تعرف كان جنابك أنه هذا العام كان عام أمطار وفيرة، ارتفع منسوب المياه في سد الموصل وارتفعت الطاقة الخزنية ماله، مما يضطر إلى زيادة الإطلاقات. كانت الإطلاقات بحدود 500 متر مكعب، تم تصعيد إلى 1000 مكعب وبعدين 1200 واليوم 1000. قامت مديريتنا باتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق تبليغ كافة أصحاب المرافق السياحية اللي موجودة على ضفاف نهر دجلة، وكذلك الدور السكنية اللي موجودة أو قريبة من الضفاف، عن طريق تبليغ المخاتير، وأخذ منهم تبليغ بالابتعاد عن مناطق وحوض نهر دجلة عند ازدياد المياه وغلق المشاريع لحين عودة منسوب النهر إلى وضعه الطبيعي.